هلو ايفري وان، ويلكم باك. ورجعنا تاني اقول لك بعد الفاصل عشان نحل مساله جميله جميله جميله. المساله يا شباب مساله 2016 دور الاول. المساله كانت بتقول من الشكل المقابل وباستخدام قوانين كرشوف اكتب معادلات التغير في فرق جهد عبر المسارات التاليه. تمام، المسار الاولاني هو عايز المسار دوا ومسار دوا ومسار دوا، اوكي. وباستخدام المعادلات السابقة احسب شدة التيار اي 3 انمار في المقاومة 15. كبر الصورة كده شوية. احنا عندنا هنا 13 فولت وعندي هنا ار الداخلية تساوي صفر. المسألة دي موجودة في الكتاب المدرسي بس مرسومة بالشكل ده، تمام. فاحنا هنا هنبدأ نشتغل على المسألة المرسومة في الكتاب المدرسي. طب هل دي هي دي؟ صراحة ان انت عندك هنا هات عاملة زي الكانتر، ادي ضلع وادي ضلع يوصل هنا، وادي ضلع وادي ضلع يوصلوا هنا اهي، واحدة التانية التالتة الرابعة وبينهم مقاومة 15. اللي عايز قيمة التيار اي 3. طب هنا اي 1 ماشي كده، اي 3 مش مبينهولي، فانا الصراحة فرضت اللي هو ماشي كده. يبقى انت ممكن تفرض برضه تيار. لازم تبقى عارف ان في عند النقطة دي، عند النقطة دي في تيارات داخلة وتيارات خارجة. اللي داخل اي 1، اللي خارج اي 3، وخارج التاني هنا عشان يجمع هنا مثلا هيبقى اي 1 ناقص اي 3. ده هنا اهو بنكمل هنا. طب يا مستر هنا اي 3 هتدخل في النقطة اي وجايلها اي 2 هنا، يبقى هيكمل في المسار ده كام؟ اي 2 ايوه زائد اي ايه 3، جاي اي 3 هنا واي اي 2 هنا اهو، تمام. بحيث ان لما نجمع ده وده هبص الاقي يدخل هنا اهو قيمه التيار اي 1 زائد اي 2، زي ما النقطه دي كان فيها اي 1 واي 2 يعني التيار اي، يبقى هيطلع اي 1 زائد اي 2 يعني هيطلع التيار اي، بحيث ان طلع من موجب البطاريه اي يرجع بارتو اي. وده الكلام اللي احنا عملناه هنا، رسمنا رسمة عادية وعملناها نظام الكانتر. لازم تبقى عندك سرعة بديهة يا شباب. قبل ما اتكلم على كرشوف، هو بيسألك على التيار اللي داخل هنا اهو في المقاومة 15، لقيت انا هنا اهو التيار هيتجزأ بالشكل ده، فلقيت النسبة هنا 2 إلى 4 هي مين؟ هي النسبة 4 إلى 8، يبقى هنا تلغى المقاومة 15، تمام؟ طب احنا هنشتغلها كرشوف، نشتغلها كرشوف يا شباب. بمنتهى البساطة هو عايز المعادلات. أنا همشي مع اتجاه البطارية في المسار المغلق ده، تمام. فأول حاجة أنا همشي كده أهو مع اتجاه البطارية عادي كده أهو كده أهو كده أهو. يبقى هنا بتطبيق قانون كرشوف الثاني سيجما في بي بيساوي سيجما اي ار. انا عندي بطاريه اتجاه البطاريه نفس الاتجاه المفروض اللي انا فرضته، يبقى هنا هتبقى 13 بالموجب. بعد كده عندي هنا الاتجاه ده هو ايه؟ هو الاتجاه المفروض. يبقى انا عندي التيار مطروح في المقاومه، التيار مطروح في المقاومه يعني فرق الجهد اي في ار. يبقى هنا هو 2 اي 2 2 اي ايه 2 ماشي كده اهو. التيار برضو ده هو ده التيار اللي نازل ده هو نفس الاتجاه المفروض. يبقى هنا زائد 4 افتح قوس اي 2 زائد اي 3 يعني زائد 4 اي 2 زائد 4 اي 3 بوزع على القوس، تمام. عندك هنا 2 اي 2 و 4 اي 2 يعني 6 اي 2، اوكي. وهنا ها 13 وهنا ها 4 اي 3 وتيجي اكتب معادله واحده. ناخد المسار المسار اللي هو ممكن كله من بره كده، همشي برضه مع اتجاه البطاريه كده اهو ليك معايا ايوه كده اهو نعم كده اهو برضه هنا اهو ده المسار المغلق التاني اللي هو عايزينه. يبقى سيجما في بي بيساوي سيجما اي ار، يبقى ال 13 هي هي عشان اتجاه التيار في البطاريه من سالب الموجب هو نفس الاتجاه المفروض. هنا ها الاتجاه ده هو اتجاه التيار،
يبقى 4 اي 1. 4 اي 1. طب التيار ده كام؟ 8. هنا مقاومة 8 والتيار اي 1 ناقص ايه؟ 8 اي 3. يبقى هقول زائد نفس الاتجاه. نفس الاتجاه يبقى زائد 8 اي 1 ناقص 8 اي 3. تمام. وبعد كده هنا 4 و8 12 يبقى 12 اي ايه؟ 12 اي 1 اي 1. هنا 13 ناقص 8 اي ايه؟ 3. بعد كده شريط المسار المغلق ده بمنتهى البساطة أنا همشي ممكن كده اهو. يلا يا مستر نمشي كده اهو. هتلاحظ إن في اتجاه ده عكس ده، وهتلاحظ إن ده زي ده، وهتلاحظ إن ده نفس الاتجاه المفروض. أنا بطبق هنا في بطاريات؟ لأ، بس هطبق قانون كيرشوف ثاني مرة ثالثة. يا مستر أنت هنا بتطبق كي هنعمل كأننا ماشيين كده يعني برضه في نفس الاتجاه. لأ مش تعب البطارية خالص. هنا أنا هطبق صيغة أخرى لقانون كيرشوف التاني، ده الصيغة الأولى. في صيغة تاني اللي هي سيجما في تساوي زيرو. مش ده احنا اتعلمناه؟ لا. هاتينا نتعلم. في الصيغة التانية لقانون كيرشوف التاني. يبقى احنا عندنا هنا هو ده عكس ده، يبقى ناقص 2 اي ايه؟ 2 زائد ده زائد 4 اي 1 زائد 15 اي 3. تمام؟ يبقى هنا هاي ايه يا شباب؟ 2 اي 2 ده بالسالب. 2 اي 2 ده بالسالب. ده التيار في التيار في المقاومة. يبقى ده فرق جهد. زائد بقى الفرق الجهد التاني هنا الجهد المفقود هنا يعتبر. يبقى 4 اي 1 بالموجب يبقى زائد 4 اي 1. نكمل يا مستر. كام هنا؟ 15 اي 3 نفس الاتجاه. نفس الاتجاه يبقى زائد 15 اي 3 يساوي ايه؟ صفر. نرتب دي ونرتب المعادلة ايه التالتة. نرتبهم بالمعاملات يا شباب. يبقى دي معادلة وادي معادلة الأولى وادي المعادلة ايه؟ التانية. التانية كانت هنا الأولانية مفيش اي 1 يبقى احنا هنا هنقول ايه؟ صفر اي 1 زائد 6 اي 2 زائد 4 اي 3 يساوي كام؟ 0. ايه ده صفر؟ 0 13 13 الرقم الموجود. بعد كده 12 اي 1 مفيش اي 2 هنا زائد يبقى زائد 0 0 اي 2 ناقص 8 اي 3 يساوي 13 ناقص 8 اي 3 بيساوي ايه؟ 13. بعد كده 4 اي 1 ناقص 2 اي 2 برتبهم بس. ماشي. 15 اي 3 بالموجب يساوي. وهنا يجي دور الآلة هنستخدمها شيفت سولف مود 5 2. تمام. على العموم هنلاقي ان هنا اي 1 بقيمه واي 2 بقيمه واي 3 هتفاجئ انها بصفر. انا مش متفاجئ عشان احنا عرفنا ان هنا ها لو عندك سرعه بديهه عارف ان هي 2 ل 4 4 ل 8 هنا تلغى المقاومه عشان التيار هنا هيبقى بصفر عشان هنا هاي الجهد بتاع النقطه دي زي الجهد بتاع النقطه دي. مش هنشرح ليه الجهد هنا بيساوي هنا، هنقولها في فيديو آخر. تمام؟ ونشوفكم شباب بعد الفاصل. تابعونا. Thank you for watching this. كنتم مع مستر وجيه المصري. تابعونا.